خلونا نخرج لهذا التقرير اللي هيكلمنا عن الكتلة الأكبر والأبرز في المجتمع المصري، الشباب. الشباب في مصر أصبحوا محوراً أساسياً في رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، فاتخذت الدولة خطوات هامة لضمان مشاركتهم الفعالة في صناعة القرار وتولي المناصب القيادية. بدأت هذه الجهود مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حيث تم تعيين العديد من الشباب في مناصب معاوني وزراء بموجب القرار رقم 1592 لعام 2014. وفي عام 2015 أطلق الرئيس السيسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الذي يهدف إلى إعداد قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية للعمل في المجالات السياسية والإدارية. في عام 2017 أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 434 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، التي تسعى إلى تلبية احتياجات التنمية البشرية للكوادر الشبابية في مختلف القطاعات. وعلى الصعيد التشريعي، تضم الدورة الحالية لمجلسي النواب والشيوخ حوالي 124 شاباً تحت سن الأربعين في مجلس النواب، ما يمثل 21% من إجمالي النواب. وفي المجال الحزبي، تم تدشين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تجمع كوادر شبابية متنوعة، وتم الدفع بهذه الكوادر للترشح في الانتخابات التشريعية بجناحيها النواب والشيوخ. كما شهد التشكيل الحكومي وحركة المحافظين إدخال العديد من الشباب إلى مناصب قيادية مثل نواب المحافظين ومعاوني الوزراء، وذلك تأكيداً على قدراتهم وإمكاناتهم. وتظهر هذه الخطوات التزام الدولة بتمكين الشباب وبناء جيل جديد من القادة القادرين على مواجهة التحديات، مما يعكس أهمية دورهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.